اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من برنامجكم صحافه الغد، واللي بنتناول فيه بالقراءه والتعقيب اهم العناوين والمانشيتات بالاضافه لمقالات الراي والاخبار الصادره في صحف ومجلات الغد. النهارده مشاهدينا مع حضراتكم هنطالع العدد الجديد من جريده الدستور، ويصحبني في هذه الجوله الصحفيه الكاتبه الصحفيه بجريده الدستور الاستاذه هيام النحاس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني الحقيقة أستاذة هيام معنا موضوعات كتير مختلفة ومتنوعة، مشاهدينا هنستعرض مع حضراتكم في صدر موضوعاتنا نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان مجموعة كبيرة من أخبارنا المحلية الداخلية منها آخر جلسات ومناقشات مجلس النواب. كمان زي ما عودناكم دايما بيكون للملف الاقتصادي مساحة ثابتة في صحافة الغد. كمان هنتناول ملف الانتخابات، آخر المستجدات في هذا الملف، وهيكون لينا نظرة على الشأن العربي والشأن الدولي. لكن خلونا مباشرة مشاهدينا نبدأ بصدر الصفحة الرابعة، الحقيقة هو تصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية 27 للقوات المسلحة. الرئيس صرح ببعض التصريحات الهامة، قال فيها مستعد لارتداء الزي العسكري والقتال مع أبطال الجيش، أقول للمصريين اطمنوا لا أحد يجرؤ على المساس بكم طالما ظل بداخلنا نفس ونحن نحارب خوارج العصر. يعني أستاذة هيام ده كان أول خبر معانا، وتصريحات السيد الرئيس والعناوين الرئيسية زي ما قرأتها على حضراتكم مشاهدينا، نتعرف على التفاصيل من حضرتك. طبعا في الندوة الثقافية ال 27 للقوات المسلحة كانت حقيقي صورة مشرفة جدا للقيادة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة الدولة وأسر الشهداء العظماء من الجيش والشرطة. طبعا حالة ود عظيمة جدا أكدت على الروح الوطنية اللي احنا كلنا بننعم بيها وبننعم بالأمان في ظلها. النهاردة الرئيس السيسي كان سعيد وهو بيتكلم عن دور قواتنا المسلحة والشرطة المصرية اللي استطاعت في يعني بكل قوة في التصدي للإرهاب ومكافحة الإرهاب في سيناء من خلال العملية الشاملة. طبعا هذا المجهود العظيم اللي قامت به هذه القوى الأمنية العظيمة خلال الفترة اللي فاتت، الرئيس السيسي دعمهم وبقوة أنه مستعد في أي لحظة أنه هو يرتدي الزي العسكري للتأكيد على وحدة الصف المصري والصف الأمني تحديدا، أن مصر لها درع ودرع قوي جدا يحميها ويحمي شعبها. طب من النقطة دي تحديدا وتصريحات السيد الرئيس بأنه مستعد فعلا يرتدي الزي العسكري لمحاربة ومجابهة الإرهاب، إزاي ناخد الروح الجميلة دي وحرص الرئيس على أنه هو بنفسه يرتدي الزي العسكري لو تطلب الأمر كده في تحفيز كل الشعب المصري، إزاي يكون كل مواطن داخل جمهورية مصر العربية إيجابي وعنده نفس الروح اللي بيتحلى بيها الرئيس؟ حقيقة الروح دي موجودة بالفعل، وده اللي أكدت عليه كل أم مصرية كانت موجودة في الندوة النهاردة، اللي عندها شهيد، الزوجة اللي عندها زوج شهيد والأم، وكلهم بيأكدوا ان هي لو عندها أبناء تانيين هما بالفعل موجودين بيحاربوا في الجيش والشرطة المصرية، يعني هما لم يتخاذلوا، بالعكس ده هما مستعدين يقدموا المزيد. طبعا كان في نماذج كتيرة جدا رائعة لأمهاتنا المصريين موجودين، واللي أكدوا كلهم على ان ده يعني إذا كان تمن غالي طبعا أبنائهم فهو في مقابل حماية مصر، فهو شيء يعني هم مستعدين التضحية به مرة واثنين وثلاثة. وطبعا احنا شفنا الأم المصرية اللي تم تكريمها، الأم المثالية للقوات المسلحة السيدة أميمة، طبعا النهاردة يعني حقيقي كانت حالة عظيمة جدا لتضحية الأم المصرية، ازاي بكل قوة ازاي بكل ثبات، يعني هذه الشجاعة اللي حقيقي كلنا بنحسدها عليها، طبعا ابنها الشهيد، ازاي ان هي بتتعامل وبتحفز كل أم وكل زوجة مصرية ان شهدائنا فعلا حاجة عظيمة جدا كلنا بنفخر بيهم، ويعني حقيقي بنتمنى ان احنا ننال لنفسي هذه الشهادة العظيمة. يعني كان تعبير مهم جدا تحدث به الرئيس، وهم خوارج العصر، هم بالفعل خوارج العصر لانهم ليس لهم دين او ملة، كل من يحارب هذا الوطن، كل من يعني بداخله هذا الكره وهذا العداء للوطن، مستمرين في حربهم، مستمرين في توعية وثقافة
ثقافة هذا الشعب، يعني هذا الحائط الآمن لمصر موجود ومستمر. كان لي رئيس توضيح عظيم جدا، إذا كان الجيش والشرطة المصرية قاموا بدورهم في الدفاع فكل مواطن مصري هو له دور وهو العمل والإنجاز. حقيقة كانت رسالة بسيطة جدا بس رسالة قوية جدا. أنا مش بطلب من كل مصري أن هو يلبس أفرول وينزل ساحة الحرب، ولكن أنا بطلب منه حاجة واحدة، هو أدي دورك في مكانك، اشتغل مش عشانك، هو عشان فعلا مصر. كلنا محتاجين حالة العمل والمداومة وتقديم مصر في صورتها المشرفة دايما. إذن يعني احنا دايما بنأكد أنه فعلا مصر في حالة حرب حقيقية، بتخوض حرب ضد الإرهاب. هي طبعا حرب صعبة جدا على كل فرد من أفراد المصريين وخاصة رجال القوات المسلحة والشرطة، كل التحية والتقدير ليهم بالطبع. مشاهدينا خلونا نروح لملف الانتخابات. طبعا النهاردة أو يعني طبعا غدا الجمعة هيبدأ تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية المصرية. هذا الملف بنتابعه مع حضراتكم من الصفحة الأولى، جاء تحت عنوان اليوم المصريون بالخارج يبدأون ماراثون الرئاسة. الاقتراع بنيوزيلندا انطلق مساء أمس والتصويت ببطاقة الرقم القومي. يعني قراءة حضرتك الصحفية لهذا الخبر؟ حقيقي الهيئة الوطنية للانتخابات قايمة بدور عظيم جدا، سواء طبعا الاستعداد للانتخابات الرئاسية في مصر وفي خارج مصر. طبعا احنا نبدأ طبعا بالانتخابات الرئاسية بتصويت بالخارج. طبعا الهيئة قامت بدورها في ربط اللجان الإلكترونية باللجان الموجودة في الخارج والبعثات المصرية بالهيئة الموجودة في مصر، تسهيل عملية الاقتراع، طبعا كل الإمكانيات المتاحة الإلكترونية لتصويت المصريين. طبعا وزيرة الهجرة دكتورة نبيلة مكرم كان لها دور عظيم جدا الفترة اللي فاتت، قام بالعديد من الجولات لمختلف الدول الأوروبية والعربية، يعني وعد الحقيقي المصريين. كان في لقاءات كثيرة جدا مع البعثات المصرية والهيئات الدبلوماسية، كان في تعاون مهم جدا. المصريين عندهم حالة وعي وثقافة كبيرة جدا ان هو ينزل ويشارك. لو احنا محتاجين المصري الموجود في مصر عشان ينزل يدلي بصوته، فاحنا فعلا مهتمين اكتر ويهمنا اكتر المصريين بالخارج، لانهم جزء من هذا الوطن، وطبعا حتى لو هم خارج حدوده ولكن هم يظلوا في قلب الوطن. رسالة عظيمة جدا، والمصريين فعلا ردوا عليها بكل ثقة انهم مستعدين للنزول والمشاركة والادلاء باصواتهم. على جانب اخر كان في تسهيلات كويسه جدا طبعا من قبل الهيئه، ان لو كان في مشاكل مع احد المصريين، في وجود طبعا وجود الباسبور الخاص بيه طبعا مع الكفيل او ما الى ذلك، اي ازمه فيتم التصويت من خلال بطاقه الرقم القومي. فبالتالي في فعلا تسهيلات كبيره جدا للمصريين بالمشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي العظيم. طيب ازاي المصريين بقى واحنا بنتكلم دلوقتي خلاص ساعات قليلة تفصلنا عن التصويت للمصريين في الخارج، ازاي نحمس المصريين انهم يكونوا ايجابيين ويشاركوا في انتخابات بلدهم وصنع مستقبل افضل لمصر؟ يعني انا متهيالي ان المصري هو مش شرط يكون موجود جوه الوطن عشان يحس بالانتماء. لا بالعكس، على فكره المصريين بالخارج احنا عندنا او بعض الناس عندها مفهوم مغلوط، وهو المصري الموجود بالخارج هو بعيد او بقى يعني طرف منفصل عن هذا الوطن. لا بالعكس تماما، على فكره المصريين بالخارج هم وطنيين مصريين، صوره مشرفه لهذا الوطن، كلهم في اماكن حقيقي بتشرف وواجهه خارجيه كويسه جدا لمصر. الناس دي ليها الحق في الانتخاب، الناس دي احنا كمان محتاجين صوتها ان هي تنزل وتشارك في الانتخابات. وانا شايف فعلا من خلال متابعتنا الصحفيه في الفتره اللي فاتت كان فعلا في اقبال كبير جدا من المصريين لمجرد لقاءات وزاره الهجره في السفارات ومن خلال البعثات الدبلوماسيه. كان في اهتمام من المصريين بيسالوا طب نعمل ازاي، ايه اللي هيتوفر لنا، طب بيسالوا عن وسائل المشاركه. فدي كلها حاجات ايجابيه جدا، فيعني ممكن تكون رساله برضو مجازه اذا كان المصريين بالخارج وهم خارج الوطن رغم انشغالاتهم فهم مهتمين وحريصين على الادلاء باصواتهم. فالمصري داخل يعني الحقيقة وطنه، المصري دايما بيشرف مصر في كل مكان، ده حقيقي فعلا. حتى لو مش موجود طبعا في داخل مصر لكن دايما بيكون ايجابي وبيشارك في صنع القرار المصري، ودي اهم مشاركه طبعا. خلونا مشاهدينا نروح للصفحه الثالثه وفيها الحقيقه خبر مهم جدا، بيقول اسماعيل قبل زياره المانيا للعلاج، الموازنه الجديده تستهدف خفض العجز ل 8.5%.
يعني زي ما عودنا طبعا السادة المشاهدين دلوقتي أخبارنا الاقتصادية، يعني الرقم تحديدا 8.5 المستهدف لعجز الموازنة، يعني كيف شايفة ازاي الرقم ده؟ حقيقي أنا شايفة أن في خطة اقتصادية كويسة جدا في الفترة اللي فاتت تم العمل عليها من خلال الحكومة، يعني بداية طبعا كلنا بندعو للشفاء لرئيس الوزراء المهندس الشريف اسماعيل. هو طبعا في رحلة علاجية قصيرة ان شاء الله تستغرق اكتر من 24 ساعة ويعود الى ارض الوطن سالما. هيرجع تاني علشان يوم الاحد هيكون اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة الموازنة العامة للدولة قبل ارسالها للبرلمان. طبعا يعني الحديث عن الموازنة هو شأن هام جدا. كان في خلال الفترة اللي فاتت لقاءات جمعت ما بين رئيس الوزراء ووزير المالية الموازنة. حقيقي كان في مبشرات كويسة جدا خاصة بالاقتصاد المصري، كان في فعلا خفض في العجز وصل لنسبة كبيرة جدا 8.5%، دي حاجة ما كناش بنوصل لها، فدي حاجات كلها إيجابية بالنسبة للاقتصاد. في الفترة اللي جاية عايز أقول برضو هيكون في خفض كبير جدا في معدل البطالة، مشروعات الاستثمارية هيتم أو هيظهر بالفعل مردودها في الشارع بصورة كبيرة جدا، في عمالة كبيرة جدا هنكون محتاجينها، المشروعات القومية تم العمل عليها. طب عايزين بس نوضح للسادة المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي ايه النهج او الخطة اللي استخدمتها الدولة واتبعتها لخفض الموازنة، خفض عجز الموازنة بهذه النسبة؟ تمام، احنا كان عندنا ازمه في ازاله نسبه الاستيراد والصادرات كانت في حاله صعبه شويه، فكان لازم الاول نحسم عمليه الاستيراد او يكون في تقليل ليها بحيث ان احنا عندنا من العجز والديون الداخليه كبيره جدا. فتم في الفتره اللي فاتت يعني في بعض المشروعات اللي ساهمت بشكل كبير جدا في ان احنا نقلل عمليه الاستيراد، وبالتالي على الجانب الاخر كان في عمليه اصلاح للصادرات المصريه، وبالفعل كان في حركه رواج ليها في الفتره اللي فاتت. وطبعا دي خطه الاصلاح الاقتصادي الحكومه ماشيه عليها، وان كانت هي في البدايه كانت صعبه شويه بس الحمد لله احنا بدانا نشوف فعلا ليها مؤشرات ناجحه. يعني حجم الاستثمارات في الفتره الجايه هيكون بشكل اساسي على قطاعات الصحه والتموين والقطاعات الخدميه. فده دي الحاجات اللي هتمس المواطن. يعني في الفتره اللي فاتت اذا كان المواطن بيتساءل احنا مش حاسين بخطه الحكومه في الاصلاح، فانا بقول ان دلوقتي الخطه دي فعلا هتبدا يعني يلمسها المواطن بشكل كبير جدا. مشروع التامين الصحي احنا عندنا ده مشروع قومي، مشروع تامين صحي شامل لكل المواطنين، هيتم تحت مظلة التامين الصحي، فبالتالي انا بوفر رعايه طبيه جيده جدا المستشفيات على اعلى مستوى لكل المواطنين. انا عندي دلوقتي يعني مشروعات مثلا زي مشروع تطوير السكه الحديد، دي كان ليها موازنه خاصه، مشروع تكافل وكرامه الخاص بوزاره التضامن الاجتماعي تم رصد زياده في الموازنه ليه لانه طبعا بيضم شريحه كبيره جدا من المواطنين، فبالتالي كل المشروعات اللي هتمس المواطن بشكل كبير جدا هو ده اللي تم تسليط الضوء عليها. يعني نقدر نقول ان سلسله الاصلاح الاقتصادي قد ما هي كانت قاسيه على المواطن بعض الشيء لكن هيبدا يلمس نتائجها على ارض الواقع في الفتره القادمه باذن الله. طيب خلينا نروح مع حضرتك للشأن العربي ونتابع مشاهدينا تصريحات السيد وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر اللي طبعا حضروا المؤتمر الدعمي لدعم الأونروا والتأكيد على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. الخبر جاء تحت عنوان القاهرة لواشنطن احضروا تفويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني دايما تأكيدات عربية لدعم القضية الفلسطينية. عايزين نتكلم النهاردة على موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية وتطورات طبعا تحركات مصر في هذا الشأن. والله في بداية الكلمة يعني سامح شكري وزير الخارجية قال كلمة مهمة جدا أن مصر يعني لن تكف عن دعم القضية الفلسطينية ونحن مستمرين في حل هذه القضية الفلسطينية مع كافة الأطراف المتداخلة في الأزمة وطبعا الطرف الإسرائيلي. يعني طبعا أزمة الأونروا يعني هي مشكلة بتهدد حوالي تقريبا 5 مليون لاجئ فلسطيني. طبعا الأزمة ظهرت من أن تم
تخفيض الدعم الموجه لهذه يعني حملة الإغاثة للفلسطينيين الدعم قل، فبالتالي في فرصة أزمة كبيرة داخل هذه المنظمة طبعا اللي بتقوم عليها أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض القطاعات الدولية الأخرى بعد ما قال التمويل ده عمل أزمة في هذه اللجنة. طبعا احنا هيكون في مشكلة خاصة بالصحة والتعليم والحاجات الأساسية اللي بيحتاجها الفلسطينيين، فده بالتالي بيهدد وجود هذا أو هذا القطاع الكبير جدا من اللاجئين الفلسطينيين. الأزمة دلوقتي إن مصر يعني مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، فبتناشد الـ 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 الأطراف الموجودة في هذه اللجنة بأن هي تفضل إن هي تساعد الفلسطينيين في دعم حقوقهم في دعم فرصة تواجدهم. يعني الأزمة كانت بعد إعلان طبعا الرئيس الأمريكي بأن القدس عاصمة لإسرائيل، فده أثار الجانب الفلسطيني، غضب الجانب الفلسطيني، وبالتالي يعني كانت حصة أمريكا قلت في المعونات اللي بتقدمها. طب خلينا نقول إلى أي مدى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية خصوصا بعد عقد هذا المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية يكون مؤثر وليه مردود على أرض الواقع؟ طبعا هي اصل هي مصر مش مجرد دوله في المنطقه العربيه، لا هي مصر نقطه قوه في المنطقه العربيه. مصر لما بتتكلم هي مش بتتكلم عن الشان المصري، هي بتتكلم عن شان المنطقه العربيه باكملها. القضيه الفلسطينيه كانت قضيه مصر من اول ما القضيه نشات لحد اللحظه دي، مصر بتنادي بحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه، بتطلب بحقوقه كشعب طبعا لكيان ولحقوق لازم نراعيها، ولازم بنادي كل قوى سواء الأوروبية أو العربية بمساندة فلسطين لحقوقها. فدول مصر داعم طول الوقت طبعا في المنطقة سواء سوريا العراق لبنان طبعا فلسطين، فهو دورها داعم لكل دول المنطقة. مصر طبعا كان دورها في هذه الأزمة بأن تنشط القوى الأمريكية بأن هي تفضل في مساندة الفلسطينيين ومساندة حقوقهم طبعا. طب وإحنا وحل بنتكلم الأزمة. كمان أيوة إحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية، كمان بنلاقي ترحيب واسع من فلسطين في مشاركة مصر في التحقيقات الواسعة الخاصة باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني. مشاهدينا بنتابع هذا الخبر من نفس الصفحة تحت عنوان فلسطين ترحب بمشاركة مصر في تحقيقات محاولة اغتيال الحمد الله. يعني يمكن مشاركة على كل المستويات. طبعا يعني كالعادة دور مصر طبعا في الوفد الأمن المصري موجود في فلسطين للمشاركة في طبعا حادث أو محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني. طبعا دي كانت أزمة كبيرة جدا، على الفور توجه الوفد الأمن المصري يعني المشاركة في التحيات. الجانب الفلسطيني رحب بدور مصر طبعا باعتباره دور بيضيف دايما لحل الأزمة طبعا، سواء الأزمة كانت تخص الشأن الداخلي أو الشأن الخارجي. فيعني أنا أعتقد أن دور مصر ليس دور شرفي ولكن دور أساسي ومحوري في كل القضايا العربية وتحديدا القضية الفلسطينية، وإن شاء الله يبقى ليها حل ويعني شعب فلسطيني يعود إلى أرضه وإلى شأنه كما عهدنا دائما. أكيد إن شاء الله، بس عايزين نوضح كمان نقطة مهمة جدا، يعني كيفية مشاركة مصر في التحقيقات الفلسطينية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء. هو الوفد المصري الأمني يعني كان متواجد على الفور في فلسطين فور الحادث ومشاركة في التحقيقات. طبعا تم الاطلاع على كافة التحقيقات اللي حصلت حوالين الحادث، طبعا شارك مع الفريق الأمني الفلسطيني للكشف عن ملابسات الحادث، تم الاطلاع على كافة التحقيقات. طبعا مصر أكدت على دورها في أنها تكون موجودة ل يعني الكشف عن ملابسات الحادث، ويعني عرضت كافة يعني أمور المساعدة على الحكومة الفلسطينية للتوصل إلى الجناء الحقيقي. طيب خلينا نرجع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين مرة تانية مشاهدينا لأخبارنا المحلية. هنطالع من الصفحة التانية اعتماد وزير المالية لعدد من الإتاحات العاجلة لبعض الوزارات، كان منها وزارة الصحة، السلع التموينية، وفيما يخص طبعا السكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. وزير المالية الجرحي بيقول أكثر من 4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للصحة والسلع التموينية السكة الحديد. يعني إيه إتاحة للوزارات؟ إتاحة للوزارات يعني أنا في عندي وزارات خدمية،
الحكومة لما جت تعمل إصلاح اقتصادي كان في خطوة مهمة جدا، إن احنا لازم نراعي الفئات المتضررة أو هيقع عليها ضرر بشكل كبير جدا، وهي الشريحة اللي تم تحديدها. الشريحة دي خرجت من الإجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية نوعا ما. الوزارات دي تحديدا هي وزارات خدمية، يعني احنا بنتكلم عن الصحة، التموين، السكة الحديد، ده طبعا كل قطاع المصريين بيشاركوا فيه او يعني بيلجأوا ليه. فهذه القطاعات تم توفير ليها من قبل وزارة المالية اتاحات مالية في الموازنة، عندنا 4 مليارات و700 مليون جنيه. طبعا احنا وزارة الصحة علشان الخاص بالتأمين الصحي الشامل، المستشفيات اللي هيتم تجهيزها، احنا قلنا المفروض التأمين الصحي هيمشي بشكل يعني هيتم تنفيذه محافظات بالترتيب. هنبدا طبعا محافظه بورسعيد وسيناء. القانون هيطبق مع تجهيز المستشفيات لتطبيق القانون. احنا مش هنطبق قانون بس، ولكن احنا هنطبق في نفس الوقت خدمه صحيه متكامله من حيث المستشفيات والتجهيزات الطبيه. فدي طبعا كانت فعلا محتاجه زياده في الموازنه، كان محتاجه يكون في اهتمام اكتر فيما يخص موازنه الدوله. طب وفيما يخص الجانب الخاص بالسلع التموينية اللي دايما كل مواطن دلوقتي بيحرص عليه، جهود الدولة في توفير يعني أموال خاصة بدعم السلع التموينية؟ السلع التموينية طبعا الأزمة المستمرة، طبعا تم ضخ لها ميزانية يعني دعم أكبر في الموازنة. السلع متوفرة في المجمعات بالأسعار اللي بتحددها الوزارة، طبعا الشرايح اللي تم تحديدها الفئات الأكثر احتياجا، السلع دي في متناول يعني هذه الفئات وتم توزيعها بشكل أكبر. ده طبعا بعد تحديد هذه الشرائح، موجودة في كل المحافظات، موجودة في المجمعات اللي بتخص الوزارة، فبالتالي أنا غطيت شريحة كبيرة جدا هي محتاجة لي السلع التموينية. بالخبر الإيجابي ده مع حضرتك ومع السادة المشاهدين تكون خلصت جولتنا الصحفية مع حضراتكم. بشكر فيها ضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية بجريدة الدستور الأستاذة هيام النحاس، شرفتينا يا فندم. مستير حبيبي. كذلك مشاهدينا بشكر حضراتكم، تابعونا غدا مزيد من العناوين والمنشطات في صحافة الغد. إلى اللقاء.